بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، آمين. ومرة ثانية مع رياض أو في رياض العمل الصالح، وجولة مع خواتيم الصالحين. ترى إخواني، من أسعد الناس؟ من أسعد الناس؟ وهل أحد في هذه الحياة إلا وهو يبحث عن السعادة؟ اختلفت عقائد الناس لكنهم اتفقوا في هذا الأمر، كلهم يبحث عن السعادة. المؤمن يبحث عن السعادة، والكافر يبحث عن السعادة، الغني يبحث عن السعادة، والفقير كذلك يبحث عن السعادة، ولكن ضل كثيرون طريقها. فمنهم من بحث عنها في المال فكرس عمره لجمعه، ثم مات يوم مات بحسرته ولم يحصل السعادة. وعندكم قارون الذي ضرب الله لنا مثله في القرآن، وكيف كانت مفاتيح الخزائن، مفاتيح خزائن هذا الرجل الغني، كانت العصبة القوية من الرجال تعجز عن حملها، فكيف بما في الخزائن. وعلى نفس الطريق سار كثيرون من الكفار بل ومن المسلمين الذين تركوا عبادة الله عز وجل بحثا عن السعادة، فكانت الخاتمة على الحسرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من بحث عنها في الشهرة فسعى لتحصيلها طيلة حياته، ثم مات يوم مات بحسرته ولم يحصل السعادة. وقائمة المشهورين والشهيرات كثيرة أكثر من أن تحصى. ومنهم من بحث عنها في الجاه والمنصب، خليكم معايا وسيبوا سيبكم البتاع ده، فقاتل دونهما، ثم هو تجرع غصص الألم والحسرة فيما تبقى من عمره ولم يمت سعيدا. ومنهم من بحث عنها في المعاصي فلم يترك معصية إلا وفعلها حتى مل، ومع ذلك لم يحصل السعادة. وأما الأكياس الفطناء فعلموا أن لها طريقا واحدا هو طاعة الله عز وجل، الإيمان والعبادة. ثم لا مانع مع ذلك إن أتى منصب أو شهرة أو غير ذلك طالما كان فيما يرضي الله عز وجل. ووالله لقد وجدوها وعاشوها وخرجوا من الدنيا أيضا متحسرين، ولكن ليس كغيرهم، وإنما تحسروا على فوات العبادة وعلى توقف الطاعة. فكان بعضهم يبكي عند موته فيقول: ويحك يا يزيد، من يصلي عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من يصوم عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من يترضى عنك ربك بعد الموت؟ فهؤلاء خرجوا بحسرة، نعم، ولكنها ليست كحسرة من سبقهم، إنه التحسر على فوات الطاعة والعبادة، بل ربما تمنوا بعد وفاتهم العودة للحياة الدنيا ليعملوا بطاعة الله عز وجل. هذا شاب أسرف على نفسه بالمعاصي، يفعل الفواحش، يشرب الخمر، يسمع الغناء، يترك الصلاة، وهل شعر بالسعادة؟ ضاقت عليه الدنيا بما رحبت ولم يصل إلى السعادة التي يريدها. سافر يوما لزيارة أخيه في بلد آخر، وكان أخوه صالحا فرحب به، خاصة بعدما علم بما أصابه من ضيق وضنك، ثم بات عنده تلك الليلة. يقول: في صلاة الفجر جاء صاحب لأخيه يوقظه له، فقال له:
جاء صاحب لأخيه يوقظه فقال له أغرب عن وجهي، فانصرف الرجل وبقي الشاب يفكر في كلمات سمعها من جاي صحيح صلاة الفجر، قال له غر من وشي. فكان من هذا الشاب أن ذكر له بعض النصائح، قال له يا فلان جرب الصلاة، يا فلان جرب الراحة في الصلاة فلن تخسر شيئا، جرب الركوع، جرب السجود، جرب القرآن، جرب أن تقف بين يدي الله عز وجل، ألا تريد السعادة والراحة؟ ونحن لا نقول نحن نجرب هذه الأشياء لأننا نوقن في أن السعادة فيها، لأننا نوقن بها وفيها، لأن الله قد أمرنا بها ونحن نطيعه سبحانه وتعالى. ولكن أقول للشباب، أنت فعلت ما تشاء من المعاصي، شربت الخمر وشربت المخدرات ودخنت السجائر وربما عاشرت الفتيات وغير ذلك من المعاصي، ما المانع أن تفعل الطاعة؟ ما المانع أن تقبل على الله عز وجل؟ إن لم يكن نفع فلن يكون إيه؟ فلن يكون ضرر، ما المانع؟ يقول أخذت أفكر في كلماته ثم قمت فاغتسلت من الجنابة وتوضأت وذهبت إلى بيت الله وأخذت أصلي. يقول لم أشعر بالسعادة منذ زمن طويل إلا لما خررت بين يدي الله ساجدا. يقول ثم مكثت بعدها يوما عند أخي ثم عدت إلى أمي في بلدي وأقبلت عليها أبكي. قالت ما شأنك؟ ما الذي غيرك؟ قلت لها يا أماه تبت إلى الله عز وجل، أنبت إلى الله. قال من يروي عنه بعد أيام جاء إلى أمه وهو يقول أمي أريد أن أطلب منك طلبا وأرجو ألا ترديه. قالت وما هو؟ قال أريد أن أذهب إلى الجهاد في سبيل الله، أريد أن أقتل شهيدا في سبيل الله. فقالت يا بني ما رددتك وأنت تسافر إلى المعصية، فهل أردك وأنت تسافر إلى الطاعة؟ اذهب يا بني حيثما تشاء. قالت له أنت كنت بتسافر للمعاصي، ما فيش يوم قلت لك أنت رايح فين، روح يا ابني. وفي يوم جمعة وكان في المعركة فجاءت طائرة فرمت بالصواريخ فأصابت صاحبه وفاضت روحه إلى الله عز وجل بين يديه، فحفر له قبرا ثم دفنه ثم رفع يديه وقال اللهم إني أسألك ألا تغرب علي شمس هذا اليوم حتى تقبلني شهيدا عندك يا الله، اللهم إني أسألك ألا تغرب شمس هذا اليوم حتى تقبلني شهيدا عندك يا الله. ثم أنزل صاحبه في قبره وإذا بغارة تأتي، فتحرك من مكانه فإذا بشظية تأتيه وإذا بنفسه تفيض إلى بارئها عز وجل، وخرج من هذه الدنيا ولكنه خرج على الطاعة. تلك والله هي السعادة، فلا سعادة إلا في الإيمان والعبادة. وانظروا لحياة هذا الشاب قبل أن يقبل على الله عز وجل، قبل أن يتوب كيف كانت، ما ترك معصية إلا فعلها. الشباب الذين يتطلعون للمعاصي، الشباب الذين يظنون أن السعادة في المعصية، لا والله، والله لن تسعد طالما أنت تعمل بمعصية الله عز وجل. وهذا ليس بقسمي وإنما هو أمر الله عز وجل وقوله في كتابه حين قال ومن أعرض عن ذكري فإنه سيسعد فإيه؟ فإن له معيشة ضنكا. انظر للكلمة وإيقاعها وأثرها في ذهن الإنسان وعقله وقلبه، الضنك، الضيق، الشدة، الهم، الغم، كل ذلك يدخل تحت هذا الوصف. ثم لا يقتصر الأمر على الحياة وإنما ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فإيه؟ فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انظر للسعادة التي صار عليها هذا الشاب بعد أن أناب إلى الله عز وجل وتاب وعمل بطاعة الله عز وجل. أنا عارف هتقولي بس أنا هرجع تاني، أنا ممكن أعمل المعصية مرة تاني. أنا هقول لك أنت مش معصوم ومش عيب إن إحنا بشر. أنتوا معايا ولا سرحانين؟ وكل واحد يدخل ويطلع بالصول ولا إيه؟ أنا بقول لك مش عيب إن إحنا بشر، ولا ده عيب؟ الله خلقنا كذلك، وكل بني آدم خطأ، لكن إيه؟ التوابون. إذن ليس العيب أن تخطئ، ولكن العيب إيه؟ يقول لك مش نفعلي صلاة. وما أدراك، الرجل الذي اشتكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله أنه يصلي بالليل، يقوم من الليل، فإذا أصبح إيه؟ سرق. يعني رجل بيسرق وليه حظ في قيام الليل،
الحرمية في أيامهم كان حاجة بيسرق بس بيصلي قيام ليل. لو واحد قال لك نفس الموقف ده قال لك فلان ده أو اللي بيعمل كذا وكذا من الطاعة حرامي، هتقول تبقى إيه؟ تبقى تيجي إيه؟ ها؟ تيجي قابلني إيه؟ قابلني ولا نفعت له صلاة؟ ويوصل الكلام ها؟ ويقول له الحديث الضعيف من لم تنو صلاة فحشاء ومنكر فلا صلاة له، خلاص اتقفلت وش خلاص كده كده مش مقبولة وكده كده مش نافعة، أصلي ليه ويبطل صلاة؟ يبقى عكس الآية، بدل الصلاة ما تنهاه المعصية هي اللي إيه؟ لا، انا بقول لك انا عندي معاصي، انت ما عندكش معاصي، كلنا عندي، كلنا اصحاب ذنوب، بس ربنا يسترنا في الدنيا والاخره وجدد التوبه واكثر من الاستغفار، رحمه الله واسعه. لكن انت تفضل على المعصيه ومصر عليها وتمنعك المعصيه من الطاعه، هو ده الخطر، وزي ما هيجي معانا في الدروس اللي جايه فضايح والعياذ بالله لشباب ماتوا على معصيه الله عز وجل. نسال الله ان يتجاوز عن المسلمين منهم وان يغفر لنا ولهم. اقول انما السعاده في الايمان والعباده. وللأخوات نصيب، أخوات اللاتي ربما تترك بيتها وتخرج وتمشي أو ربما تركب حتى تأتي إلى هذا المسجد وتحضر الدرس، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهن جميعا وأن يتقبل هذه الخطوات. أقول للأخوات نصيب، بل والعجائز منهن، العجائز نعم، هذه عجوز بلغت 80 من عمرها وفي مدينة الرياض، جلست مع النساء فوجدت أن وقتهن يضيع في إيه؟ كمل أنت، مجالس النساء شكلها إيه؟ غيبة ونميمة ورغي، حتى لو فرضنا ما فيش معاصي على الأقل مش هتلاقي من وراها إيه؟ من وراها حسنات إلا من رحم الله. جلست فوجدت أن وقتها يضيع في المحرم وما لا فائدة فيه. عندها كم سنة؟ 80 سنة. يعني اللي يبص كده ويشوف السن يا عم رجلها والإيه؟ خليها، خدت بالك؟ فاعتزلتهن في بيتها تذكر الله عز وجل، ووضعت لها سجادة تقوم من الليل أكثر. وفي ليلة من الليل قام ولدها الوحيد البر بها عندما سمع نداءها، في ليلة من الليل سمعها بتنادي عليه فرح لها، فإذا هي على هيئة السجود لها سجدة تقول له يا بني والله ما يتحرك في الآن سوى لساني، بتقول أنا مش حاسس حاجة في جسمي خالص، لساني بس اللي بيتحرك. فقال لها أذهب بك إلى المستشفى، قالت لا أقعدني هنا، أعدني. قال والله لأذهبن بك، وكان حريص على بر إيه؟ على بر أمه. يقول فذهب بها وتجمع الأطباء كل يدلي بدلوه، ولا فعل لأحدهم مع قدر الله، لكنها أسباب. ولذلك لما قيل لبعض السلف من يأتي بالمرض؟ فقال الله. قال ومن يأتي بالدواء؟ قال الله. قال وماذا يفعل الطبيب؟ قال رجل جعل الله الشفاء على يديه، أو جعله الله سببا في الشفاء، مش هو اللي بيشفي، اوعى تظن ان الطبيب هو اللي بيشفيك او ده طبيب اشطر من ده يبقى الشفاء على، لا لا لا، جعله الله سببا. وربما يشفى الانسان بغير ايه؟ سبب، وبغير طبيب وبغير دواء، لكن الله امرنا ان نتداوى ولكن لا نتداوى بحرام. قالت لابنها اسالك بالله الا ما رددتني الى بيتي وسجادتي، رجعني المكان تاني. فاخذها ثم وضأها وأعادها إلى سجادتها فأخذت تواصل الصلاة. قال وقبل الفجر بوقت غير طويل نادتني يا بني يا بني أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال ثم لفظت أنفاسها الأخيرة، ماتت وهي ساجدة. انظروا للخواتيم وكيف تكون خواتيم الطائعين لله عز وجل، نسأل أن يمن علينا بحسن الخاتمة جميعا. فما كان منه إلا أن قام وأتى بالنساء بالأخوات ليغسلنها، فلما وضعوها على خشبة الغسل ما استطعنا أن يعدلن من جسدها. هي ماتت وهي على هيئة الإيه؟ سجود، عايزين يفردوا جسمها عشان إيه؟ عشان يغسلوها، ما عرفوش زي ما هي كده. فنزعوا ثيابها وسترناها ثم غسلناها وهي على هيئة السجود. طب ماشي، التغسيل ممكن يكون أمره سهل، طب الكفن ماذا نفعل؟ وفي مخالفات شديدة بعض الإخوة بيقع فيها ما يجي يغسل. إن شاء الله لما نوصل لموضوع الغسل هنحاول نطبق الغسل قدامكم بصورة عملية، والكفن بإذن الله تعالى، عشان كل واحد مننا يعرف يغسل ويعرف يكفن. وليه لما يموت عندي حد أروح أجيب حنوتي ولا أروح أتصل بناس؟ أنا أقدر
وانا اقوم بالمهمه دي وانا اخد الثواب واخد الحسنات، بل اساعد غيري كمان من المسلمين. هنتكلم عنها بالتفصيل ونشوف بعض الاخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس اللي ممكن حتى يكسر بعض اعضاء المتوفى. عايز يفرد مثلا ايده مش قادر، يروح عافيه بقى كده، خدت بالك؟ ويدخل واحد مثلا شفتها بعيني دي على الميت عايز يلين جسمه زعم، واخد بالك؟ قاعد يعمل ويشيل ويشد، انا سامع ترشائه عظم وانا واقف. قلت له ايه اللي بتعمله؟ اتقي الله، سيبه سيبه زي ما هو. يقول لك لازم افرد ولا لا، انا احاول اعدل ما استطعت لكن ما قدرتش، خلاص اسيبه على حال. هذه المراه لما جاءوا ليكفنوها ما استطاعوا ايضا ان يعدلوا من جسدها، فكفنوها على هيئه السجود. تخيل بقى معايا الصوره، واحده متكفنه على هيئه السجود، ثم حملوها الى القبر وهي ساجده، ودفنوها وهي ساجده، وسعوا لها القبر. طبعا فين اللحد؟ ان شاء الله هنجيب الصوره قدامكم ونوريه لكم حجم معين، لكن واحده ساجده اضطروا ان هم ياجلوها بره لحد ما يوسعوا الايه لها اللحد، ودفنوها وهي ساجده، ولعلها ان شاء الله تبعث يوم القيامه ساجده، فمن مات على شيء بعث ايه عليه. ارايتم اخواني اكرام الصلاه لاصحابها ومحبيها، تلك والله السعاده، ولا سعاده الا في الايمان والعباده. والطائعون كما يحرصون على الصلاح فهم ايضا حريصون على من يكمل، كما يحرصون على الايه الصلاح يحرصون على الاصلاح. لان المشكله اللي موجوده عند كتير مننا هو نفسه بقى كويس، طب غيرك يقول لك انا مالي خليني في نفسي. لا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم قال واهلها صالحون ولا ايه؟ واهلها ايه؟ قولوا مصلحون. ايه الفرق بين مصلح وصالح؟ الصالح دي ممكن يبقى في ايه؟ في نفسه، لكن المصلح يدعو غيره. أن تمنى الله عليك بالهداية ولو بالصلاة، لما تترك جارك لا يصلي؟ وافعل ما تشاء مما أحل الله سبحانه وتعالى، ولو أن تهديه هدية، تطعمه، تعطيه مالا، تعطي، المهم ده ايه؟ وظيفتك دي، مهمتك، وتظل تدعو له وتلح على الله عز وجل في الدعاء، وإن عجزت تأتي بمن يتكون الهداية على يديه من الدعاء والصالحين وغير ذلك. لكن نحن نسيبك ما ينفعش. انت لو شفت بيته فيه نار أيضا هتعمل ايه؟ ولا هتسيبها تقول انا مالي؟ ما ينفعش. الاصلاح فرع الصلاح. ولذلك من راى منكم منكرا مش يمشي وخلاص يقول انا مالي، فايه؟ فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك ايه؟ اضعف الايمان. الطائعون كما يحرصون على الطاعه يحرصون على الصلاح فهم ايضا حريصون على الاصلاح، يدفعهم ايمانهم الحي لانكار المنكرات. وكما انهم اكرموا دين الله عز وجل وقاموا على حراسته وحفظه، يكرمهم الله عز وجل ويحفظهم ويرفعهم، فلا يزالون يذكرون ويترحم الناس عليهم. وهذه رائعة، والله أسميها رائعة، من روائع الخلف، أقصد المتأخرين من الصالحين، وهي قصة لامرأة نحسبها صالحة رحمها الله تعالى. كانت هي وأخواتها وصديقاتها وصويحباتها يعملن في التدريس بمدرسة نسائية. تعرفين في المملكة مثلا كمثال المدارس البنات ليها مدرسات ومدارس الأولاد ليها مدرسين، مش سدح مدح كده وبزراميد زي عندنا، خدت بالك؟ ومدارس مختلطة، الصبيان جنب البنات والأولاد مركزين قوي، خدت بالك؟ بس مش في الدراسة طبعا، خدت بالك؟ والله المستعان. هذه كانت تعمل في مدرسة نساء، كانت مع 9 أخوات صويحبات لها، كانت هي العاشرة. وكنا يركبنا بعض الباصات، بيركبوا أتوبيس يوصلهم للشغل ويرجعهم من الشغل. في يوم من الأيام وهم راجعين، المدرسات اللي كانوا معاها وقد استهوى الشيطان بعضهن، فقلنا للسائق قالوا له ما تشغل لنا يا اسطى ايه حاجة كده، خد بالك. تعرفين بقى المسافة الطويلة، والإنسان لما ايه خد بالك بعيد عن القرآن وبعيد عن الطاعة وبعيد عن العبادة، هتلاقي على طول الفلاشه معاه او الكاسيت او السيديهايه مليانه ايه؟ لو شويه قران مثلا استباحه، ياخد بالك، وبعد كده الايه؟ في كتير من السواقين كده، ربنا يصلح حال المسلمين جميعا. المهم قالوا للسواق شغل لنا اغاني حتى لا نمل. وكانت هذه المراه الصالحه موجوده بينهن، فقالت يا فلان لا اريد ان اسمع الغناء، لا اريد ان اسمع ما يغضب الله سبحانه وتعالى، اتق الله. يقول فرددت عليها بغلظه، رد عليها رد ناشف، وقال لا اعمل ايه؟ هي دي رغبة مين؟ اصحابك، وانت واحدة وهم ايه؟ هم 9، انا اعمل لك ايه؟ وراح فعلا مشغل الايه؟
التسجيل على الأغاني، وبدأ المغني يغني وهن يتمايلن ويتراقصن وإلى الله المشتكي، وازدادت الحركة في الأتوبيس، وفي غفلة من السائق انحرفت عجلة القيادة، وكان أمر الله عز وجل، فوقعت الحادثة، وكان الأمر من الله لملك الموت بقبض أرواحهن. بقبض أرواحهن، انحرفت السيارة ثم اصطدمت بسيارة أخرى على حافة الطريق، ثم انحرفت مرة ثانية ثم اصطدمت بسيارة أخرى كبيرة شاحنة زي التريلا، فتمزقت وتقطعت وتهشمت، وكذلك تمزقت أشلاؤهن وتقطعن إربا إربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بعض من رأى الحادث وكانوا ستة من الشباب، يقول اتصلنا بالإسعاف ثم ذهبنا لمكان الحادث، يقول والله الذي لا إله غيره ويقسم رأينا عجبا وعبرا. طبعا الأتوبيس اتفرتك، الباص اتفرتك، وطبعا اللي قاعد على الكرسي خلاص مع الاندفاع، ناخد بالك اللي طار هنا واللي طلع من الإزاز واللي نزل تحت العربية واللي نزل تحت العجلة، بيقول لك رأينا عجبا، هذه امرأة جسمها هنا ورجلها هناك، وأخرى رأسها هنا ويدها في الطرف الآخر، وأخرى لم نرى منها إلا بعض الأجزاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وغالبهن متكشفات، يعني قد تكشفت، وإن كانوا هم وهم على حال الحياة ما كانوش متكشفات، مثلا لابسين عبايات، عارفين حال الدول الخليج في الغرب بيبقوا كده. يقول فسترنا وغطينا ما استطعنا منهن وبحثنا فما وجدنا أحياء. يقول ثم ظللنا نبحث فأبصارنا تقع على الدماء في كل مكان والأشلاء المبعثرة. عايزك تتخيل الحادث كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ثم ونحن نبحث وجدنا السائق وما زال على قيد الحياة، لا السواق. فقلت لهم تعالوا يا شباب نحاول أن نلقنه الشهادة. فأتينا إليه وقلنا له، نظرت إليه والدماء تنزف منه ومن فيه كأنها نافورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رفعته أسندته على ركبتي وبدأت أضرب على صدره ضربا خفيفا حتى ينزل الدم من فمي حتى يستطيع الكلام. فقلت له يا أخي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ذكرته بالله، صبرته، قلت له اصبر واحتسب. ثم قلنا له قل لا إله إلا الله، فبكى. قلت له هل هناك من أحياء؟ قال لا أعرف، إلا أن السيارة ألقت بنا كما ترى. فرددت عليه الشهادة لكنه ما نطق بها. ثم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم قال يا أخي يا شيخ أسألك بالله، ستجد امرأة في النساء، امرأة صالحة، إن وجدتها فأقرئها مني السلام وقل لها تغفر لي وتسامحني. قال له هتلاقي واحدة في وسطهم امرأة صالحة، لو لقيتها قل لها تغفر لي ولا تسامحني وسلم لي عليها وتدعو لي أن يغفر الله لي فأنا السبب. قلت له وأين هي؟ قال موجودة، ابحثوا عنها وقل لها تسامحني. ثم روى له القصة، وإلا هم عرفوا منين إن هم كانوا في أتوبيس، وواحدة قال شغل أغاني، هو جاب القصة من مين؟ من السواق. يقول وبصوت متقطع، يقول ثم رحنا نبحث عن المرأة، فأخبرني أن أصحابي بعد أن تركنا الرجل أنه قد فاضت روحه بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وجدنا امرأة أخرى وفيها ما زال شيء من الروح، تكسر جسدها وتعرى أيضا، وهي لا تزال على قيد الحياة. فحاولنا سترها وقلنا لها قولي لا إله إلا الله، فهزت رأسها بالنفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف موقف حرج، موقف شديد جدا، وكلنا هنتعرض لموقف الموت ده وموقف خروج الروح، وكلنا محتاجين لربنا، كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، عايزين نستحضر الفقر ده دوما، كل ما يوفقك لطاعة تحمده عليها وتسأله المزيد، وتشوفش نفسك أبدا أنا عملت أنا أبدا، وكل ما يقع الإنسان في معصية تستغفره وتعود إليه مرة أخرى، لا تصر على المعصية، وأدم التوبة والاستغفار حتى تحسن الخاتمة. قال لها قولي لا إله إلا الله، هزت رأسها لا، فتركناها. وبقي بعض الشاب بجوارها يقرؤون شيئا من القرآن، وذهبنا نبحث عن المرأة التي أخبرنا عنها السائق. يقول بدأ الصباح يظهر نوره، بدأ الصباح يشأشأ كده والنور بدأ يطلع، كأن الحادثة دي كانوا طالعين بعد الفجر مباشرة، صلوا الفجر مثلا وإيه ورايحين على المدرسة بتاعته. يقول حتى وصلنا فإذا هي بعيدة عن الأتوبيس حوالي 9 أمتار، يعني شوف النطرة، يعني الأتوبيس لما اصطدم الدفعة دي رمتها بعيدة كام؟ حوالي 9 متر. تصور بقى معايا كده، تصور معايا لما واحدة بجسمها تطلع من الأتوبيس على مسافة 9 متر، تخيل جسمها يوصل يبقى إيه؟
ما مش هنقول متقطع متكسر، على الاقل ايوه زي ما انت قلت يبقى جسمها ايه متعري، خدت بالك قد تكشف. يقول وصلت اليها ووضعت يدي عليها اجس النبض، يعني يحط ايده يشوف النبض بتاعها هل هي حيه ام ميته، وجئت اليها يقول ولا اثر الا اثر الدماء على العباءه، ولكن العجيب انها متستره تماما مستوره تماما، وكأن الله قد غطاها بعباءتها، فما رأينا منها لا بياضا ولا سوادا. فاجتمع الشباب والله بين باك ومسبح وذاكر لله عز وجل من حفظ الله عز وجل لهذه المرأة من بين النسوة التسعة زي ما انتم سمعتوا، إلا هذه الوحيدة التي حفظت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله يعني احفظ فرائضه، احفظ أوامره، احفظ النواهي ألا تفعلها، والله يحفظك، يحفظك فتعمل بطاعته، يحفظك ويحفظ أولادك، يحفظك في ذريتك من بعدك، ويحفظ عليك الخير الذي أنت فيه. فقلت يا فلانة قولي لا إله إلا الله. قال فسمعت بكاءها وقالت اتق الله ارفع يدك عني. فاكرين؟ لا فاكرين بتاع المرة اللي فات. شوف الروائع، شوف الجمال والله، شوف العفاف. مش تلاقي بعض الأخوات من نسائنا طالعة الشارع ونست الشراب ونست الجوانتي، مش عارفين بعد كده هتنسى إيه، هتنسى النقاب بقى خالص. ليه؟ هو أنت لما سترتي وشك بالنقاب أنت تعتقد أن النقاب ده واجب؟ هو الواجب ده للوجه بس ولا للجسم كله؟ يا نساء المسلمين اتقين الله. واللي طالعة عاملة الفتحة قد كده أكنها مش لابسة نقاب وحاطة كحل في عينيها، الله يراك وسيحاسبك على ما تفعلينه في المسلمين. اتق الله واستري نفسك. أين أنت من حجاب أصحاب رسول الله وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من آداب الحجاب؟ لا تكوني فتنة. سيسألك الله عز وجل، وأنت أيها الزوج أو أيها الأب أو أيها الأخ ستحاسب أيضا إن لم تقم بواجبك من النصح، إن تركتها فتنة تجمع لك السيئات وتوضع في ميزان سيئاتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتقين الله. انظر لهذه المرأة العفيفة، هذه المرأة الصالحة تقول له ارفع يدك، ألأني ضعيفة ومسكينة تستبيح جسدي؟ فقلت لها يا أختي أنت تموتين. قالت الموت أحب إلي من أن أخون زوجي وهو في بيته، رددت هذه الكلمات. يقول ثم حاولت مرة أخرى وقلت لها أبشري بالخير، الله على كل شيء قدير، لن يتركك الله عز وجل، أنت على خير. فقالت له أنا على خير والحمد لله، ولكن لا تضع يدك على جسدي. يقول رفعت يدي وجلست أذكرها بالله عز وجل. يقول فوالله ما سمعت منها إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تعرفين الكلمات دول إيه قدرهم؟ حد يقول؟ أحب الكلام إلى الله تعالى، أحب الكلام. تخيل بعد كلام الله عز وجل، وهن غراس الجنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولك بكل كلمة 20 حسنة. يعني سبحان الله 20، الحمد لله 20، ها لا إله إلا الله 20، الله أكبر 20 كم؟ 80 حسنة. في كم دقيقة؟ في ثواني. طب اللي يمنعك وانت في شغلك تقولهم، وانت طالع السلم، وانت راكب القطر، وانت نازل؟ ده بعض الناس كما يذكر بعض العلماء سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سمع الحديث ذا انبهر به، بقى كل واحد يقابله يقول له تعالى اقول لك حاجه، يقول له ايه؟ يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه، يقول له الحديث. يروح يشتري من حد يقول له الحديث، لدرجه وهو راكب مع واحد على الموتوسيكل وقال له كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان، واصيب بحادث فاخذوه للطبيب، فلما فتح عينه قال يا دكتور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، ثم خرجت روح. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. انظر للتعلق بذكر الله عز وجل. يقول بعض الصالحين وقد سئل عن سبب حرصه على ذكر الله عز وجل وأنه لا يفتر عن ذكر الله، بيسألوه كيف وصلت لذلك؟ قال بالمجاهدة، جاهدت نفسي على أن أكثر من ذكر الله عز وجل، فوصل بي الحال أن الذكر مستمر معي بفضل الله تعالى، حتى لما أدخل الخلاء الحمام أعض على لساني حتى لا أذكر الله. رجل معاصر تخيل، يقول والله ولما أنام أحلم أنني أذكر الله. ليه؟ لأن إيه؟ تعود. كن من الذاكرين الله عز وجل، وكوني من الذاكرات، أمر لا يكلفنا كثيرا، لا يزال لسانك رطب بإيه؟ والغالب على الإنسان هيبقى عند الموت. دي مش عايزة تسمع أغاني
وتركب مع الناس وتتكلم وتأمر وتنصح، مش تركب وتسكت، لأن دي حدود تنتهك، هذا حد من حدود الله ينتهك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، الحديث في البخاري، حديث صحيح. إذا استحلال هذه الأمور مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به هذا محرم، فكيف نسكت على محرم وهو يرتكب؟ هذه الصالحة لذكرها لله كانت نهايتها على ذكر الله. يقول: تركتها قليلا حتى تهدأ، ثم وصل الإسعاف بعد قليل، فبحثوا فما وجدوا أحياء، فقلت لهم: هذه حية. فتعجبوا وقالوا: سبحان الله، هكذا خرجت من الحادث؟ طلعت كده بلبسها وبشكلها وبالنقاب بتاعها؟ قلت: والله هكذا خرجت من الحادث. ويقول: والله ما قربت جسمها أبدا، متسترة ما ظهر منها شيء. انتوا عاملين لي ذا كده ليه؟ فرجعت إليها وقلت لها: يا أخي، الإخوان سيحملونك، هيشيلوك عشان يحطوك فين يا عم؟ هيحطوك فين؟ في الإسعاف. فقالت: لا، الله يرحم والديك، لا يقربني أحد، ماذا أقول عن جسمي لو لمستموه بالحرام؟ وطبعا ده مش حرام، يعني برضو احنا نقول اللي لينا واللي علينا. الإنسان حادثة، في حادثة ولا حاجة، واحدة ست عربية ضربتها، تعالوا يا جماعة النساء يشيلوا، لو في نساء يشيلوا، مفيش، أو واحدة القطر النساء هيشيلوها ازاي؟ نسأل الله العفو والعافية، مش هتقدر، مش هيجي لهم ايه؟ أيوة، الأمور الشرعية نقولها برضو، لكن هذا نوع من الحرص منها على. فقالت له: لا تضع يدك على جسمي. فقلت لها: ستموتين. قالت: الموت أرحم. فتركناها. يقول: أغمي عليها، فحملها الإخوة وركبت معها في السيارة أنا واثنين من الشباب وصاحب الإسعاف. فقلنا له بحكم، فقال لنا بحكم خبرته: هذه امرأة صالحة، لا تخافوا عليها. قلت: ليس الخوف، لسنا نخاف، ولكن حالها يجعل القلب يتفطر. فجلست على رأسها أقرأ شيئا من الآيات. يقول: والله أنا أسمع منها، أسمع منها كلمات لازلت أحفظها إلى الآن، وكأني أرى المنظر أمامي في ذلك اليوم. سمع منها كلام، إيه الكلام العجيب ده؟ قال: تقول: اللهم إنك تعلم أني ضعيفة، فأسألك يا الله أن ترحمني. ثم تقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وتردد لا إله إلا الله. يقول: حتى وصلنا للمستشفى، فحملت ووضعت على بعض الأسرة، وجاء الطبيب فكشف عليها، فقال: إن نجت فمنة من الله. دي لو عاشت دي تبقى ايه؟ دي رحمه من الله سبحانه وتعالى. قلت لما قال: الكسور تعم جسدها، كل جسمها متكسر. يقول: ذكرناها بالله فبكت، ثم قالت: اسالكم بالله من يستطيع ان يتصل بزوجي فليفعل، اريد ان اودعه والقي عليه السلام. يقول: بدات النبضات تسرع وبدا النفس يضيق، تنتظر ان ياتي زوجها. وفي تمام الساعه 9:30، يعني احنا قلنا من الفجر اهو زي ما لاحظتوا، الساعه كانت دلوقتي 9:30، حضر زوجها. ولما دخل المستشفى إذا به يردد ويسأل: أين العفيفة؟ أين الصالحة؟ أين القائمة؟ شوف حتى طريقة الإيه؟ السؤال: أنتم ما تدرون عنها شيئا، والله ثم والله، اسمعوا إخواني وكلنا نتعلم من هذا الموقف، إنها والله ما تترك قيام الليل أبدا. شفت العمل الصالح؟ ولا يكلفنا كثيرا، ركعتين صليهم قبل ما تنام وداوم بس عليه، وبعد أسبوعين ثلاثة يبقى أربعة، وبعد كده يبقى ستة، وهيستعن بالله سبحانه وتعالى. سأل الله أن يرزقك هاتين الركعتين، هي الطاعة نفسها إيه؟ رزق. الطاعة رزق. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك اقسم. القسم إن ربنا يديلك، إن ربنا يأذن لك أن تفعل، وخذ أنت بالسبب وسترى الخير من الله. قال: ما بتنامش إلا ما تصلي قيام ليل، لا تخلد إلى فراشها إلا بعد أن تصلي ما شاء الله أن تصلي. فقلت له: اصبر واحتسب، هذا أمر الله، وصبرته. فدخل الرجل، يقول: رأيت منظرا يجعل أصحاب القلوب الحية تتحرك. دخل الرجل فسلم فردت عليه السلام، فقالت: هاتوا هنا، هاتوا هنا. قالت: يا أبو محمد، أريد أن أودعك. فأمسك بيدها ثم قال لها: أبشري أنت على خير. قالت: لا تظن أنني خائفة من الموت، أنا لا أخاف من الموت، أوصيك بأولادي الصغار خيرا، إن سألوا عني فأخبرهم أني أنتظرهم في الجنة. تركها زوجها قليلا ثم عادت، فقالت: يا أبا محمد، أسألك بالله أن تسامحني، فالله يعلم أني ما خنتك، والله يعلم أني ما قبلت أن يضع أحد منهم يده على جسمي، فأنا أخشى أن أموت وأنت غاضب علي فيحرمني الله الجنة.
انظر للمرأة الصالحة التي تحرص على استرضاء زوجها ورضاه عنها، لأن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وإيه؟ وأطاعت زوجها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، شوف قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. يبقى أنت قبل ما تتجوزي بتصلي بتصومي بتحصن، لما اتجوزتي زاد عليك باب من أبواب الجنة وهو طاعة الإيه؟ طاعة الزوج. ثم قال لها أنت العفيفة أنت المصلية أنت الذاكرة لله عز وجل، قالت اللهم يا رب فليس عندي أغلى منهم، ثم ضمها إلى صدره ودموعه تنهمر وهو يبكي ثم يقول حتى أبكان، فقال لها أبشري فالله يعلم أنك تصومين وأنك تقومين، فوالله الذي لا إله غيره أبشري إني أشهد لك بالجنة إن شاء الله. فقالت نعم المرأة، فبكت وقالت يا أبا محمد أقرئ أولادي السلام، والله إني في خير وأرى أناسا قد أقبلوا علي، فلا تحرمني لذة الجنة يا أبا محمد، لا تحرمني لذة الجنة. ثم رددت اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم إنك تعلم أني ما خنت ولا عصيت فارحمني، فيا ربنا عهدت إليك بأولادي وبزوجي. يقول وفضت روحها وهي تردد لا إله إلا الله. يقول موقف ما رأيت في حياتي مثله، كل واحد منا يفارق الدنيا، ولكن على ماذا سنفارق الدنيا؟ هذه إخواني خواتيم هؤلاء الذين أطاعوا الله عز وجل، الذين عملوا بطاعة الله عز وجل وعاشوا على طاعة الله عز وجل، كيف كانت خواتيمهم؟ درس المرة اللي فاتت والدرس بتاعي الذي إحنا عايزين إيه منهم؟ عايزين من الدرسين دول إيه؟ عايزين كل واحد مننا يسأل نفسه من أي أبواب الجنة سأدخل؟ ما هو بابك المفضل؟ كثير من الناس وعلى ما عندهم من التفاهة يتكلمون عن الهواية المفضلة وعن كذا واللعبة المفضلة، أما نحن فنتكلم عن الطاعة المفضلة التي هي إن شاء الله ربما تكون الباب الذي تدخل منه الجنة، وبناء على ذلك يكون أخي اجتهادك في العمل الصالح. العمل الصالح وما أدراك، زادك إلى الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. العمل الصالح طمأنينة في القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المجتمعين على ذكر الله في المسجد تنزل عليهم الإيه؟ السكينة، تنزل عليهم الرحمة، تغشاهم الملائكة. العمل الصالح محبوب عند الله، يجعلك كذلك محبوبا له. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تبقى محبوب عند الله سبحانه وتعالى بإتيانك بالفرائض وإتباعها بما تيسر من النوافل. العمل الصالح سبيل للهداية والثبات على الهداية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيه؟ بإيمانهم. العمل الصالح سبب للنجاة عند الشدائد، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه سيدنا مين؟ يونس. الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، والله لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. العمل الصالح يزيد في العمر وسبب لسعة الرزق، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره يتمدله في الذكر الحسن فليصل وصلة الرحم من الإيه؟ من حتى لو هم أطعوك، حتى لو هم بيسوءوا ليك، دي هم هيتحسبوا عليها، لكن أنت ما تتحسبش ليه أطعتهم حتى ولو بالهاتف. العمل الصالح سبب للوقاية من المعاصي. الناس اللي بتشتكي من الذنوب كتر طاعة كتر عبادة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كتر صلاة وشوف حياتك هيبقى شكلها إيه. اشغل نفسك بالعبادة هتلاقيها بتنفر من المعصية، وإذا ضيعت الصلاة يكون الغرق في الشهوات. فخلف من بعدهم خلف، شوف عملوا إيه، أضاعوا الصلاة بعدها تبعوا الشهوات. يبقى بتشتكي من البنات ومحاصرينك ومش عارف تبطل معاكسة ومش عارف تبطل نظر للحرام، في خلل في صلاتك. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. إضاعة الصلاة تشمل حاجات كتير، منها على الأقل الخشوع اللي بيضيع، نسبة الخشوع زودها، اخشع في صلاتك وشوف هتعمل إيه في نهيك عن المعصية. قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إيه؟ منهات عن الإيه؟ عن الإثم. والراجل اللي كان بيسرق قال عنه إيه؟ سينهاه ما تقول، ستنهاه صلاته. والوضوء والصلاة عارفين إذا توضأ المسلم فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحتت، يعني تساقطت خطاياه كما تحت هذا الورق زي ما يسقط ورق الشجر.
إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، ذنوبك كلها، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. العمل الصالح سبب لذكر الله لك. ده أنت لو واحد يتقال له إن المغني الفلاني قال اسمك، أو اللعيب أو الرئيس، ولا بلاش كل دول خلاص، الشيخ الفلاني قال اسمك في الدرس تبقى إيه؟ سعيد. ما بالك لو ذكرك الله، فاذكروني. لذلك قال بعض السلف: إني لأعلم متى يذكرني ربي. قيل له: متى؟ قال: حين أذكره. فاذكروني أذكركم، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. إيه العظمة دي؟ العمل الصالح سبب لارتفاع درجات الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار فين؟ في جنات نعيم. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة ورتل، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حافظ كم آية؟ هتقول لي: يا دوب يعني الصور القصيرة. هتروح يوم القيامة تيجي تخش الجنة تقرأ، وقفت المحفوظات بتاعتك، وقف الإيه؟ طب أعمل إيه؟ نحفظ نحفظ، نبدأ مشروع إن شاء الله حفظ القرآن بإذن الله تعالى، ونحاول بقدر المستطاع اللي إحنا نشجع الناس ونجيب نعمل مقرأة ونجيب أكتر من أخ، ونبدأ مشروع حفظ القرآن. حتى لو ختمت عند 90 سنة، في ضرر؟ مفيش ضرر. ابدأوا إن شاء الله، نبدأ من الليلة دي، سجلوا أسماءنا في مقرأة القرآن بإذن الله تعالى، عشان نبدأ نغذي المقارئ، وكل واحد يسجل هو حافظ قد إيه، ولعل أول من يختم إن شاء الله يسافر عمره بإذن الله على حسابنا بإذن الله تعالى. ها النهاردة بعد الدرس ما يخلص إن شاء الله هيبقى إخوة موجودين، الشباب بتوعنا، امسكوا ورقة وقلم واكتبوا الناس اللي عايزة تحضر المقرأة إن شاء الله، وتشجيع وتحفيز بإذن الله تعالى. ابدأ اقرأ ورقة وإيه ورتل. العمل الصالح إخواني أيضا يرفعك في الجنة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لما أتى رجلان وأسلما وخرج أحدهما فقتل شهيدا والثاني عاش بعده سنة ثم مات. طلحة بن عبيد الله رأى نفسه على باب الجنة، ورأى معه الاثنين اللي مات شهيد واللي قعد سنة بعديه. فتح باب الجنة وخرج منها خارج، يا ترى ثلاثة واقفين، مين اللي يدخل الجنة الأول؟ طلحة واقف، واللي قتل شهيد، واللي مات على السرير. انت في ظنك مين؟ شهيد، صح كده؟ فأذن لمن مات على فراشه ثم دخل، ثم خرج، باقي مين؟ طلحة ومين؟ والشهيد. فأذن للشهيد ثم دخل ثم خرج فوجد طلحة، قال: أنت لم يحن بعد، أنت إيه؟ لسه، أنت لسه عايش. صبح طلحة تحدث بالحديث، وصل النبي صلى الله عليه وسلم فبيسألوه: إزاي ده قتل شهيد وده مات على سريره وده سبق ودخل الجنة؟ قال: أليس قد عاش بعده سنة؟ صلى كذا وكذا صلاة، احسب الصلاة إيه؟ وصام بعده رمضان، يعني صلاة سنة وصيام رمضان. قال: فإن ما بينهما كما بين السماء والأرض. إيه أنت بتقول فين باب الجهاد وفين كذا؟ ما تفتحش، لما يفتح يبقى أطلع. أنت دلوقتي قدامك جهاد ولا مفيش؟ جاهد نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى، جاهد نفسك على حسن المعاملة، حتى نضرب المثل للناس في الشوارع وفي المسجد. مفيش الشحناء والبغضاء والشد لا، الإسلام مش دروس، الإسلام معاملة واقع معاش مع مسلم ومع كافر، وبهذا ينتشر الإسلام. العمل الصالح غراس الجنة، كما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غراس الجنة، كما قال من؟ لا تقريبا ده الحديث الوحيد بتاع سيدنا إبراهيم. عارفين سيدنا إبراهيم أبو إسماعيل، هو ليه أحاديث؟ أحاديث أحاديث. قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيه أيوة في رحلة المعراج، لما قابله النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قال له: أقرئ أمتك مني السلام، ردوا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مين اللي عايز يغرس في الجنة؟ شغل لسانك بقى على طول بإيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، نخلة في الجنة. يصلي على جنازة ليه قيراط في الإيه؟ في الجنة. اللي يصلي على جنازة ويتبعها يبقى قيراطين في الجنة. العمل الصالح يتبعك بعد الموت، يطلع الإنسان مننا وراه فلوسه وراه أولاده وراه مين؟ عمله الصالح، وهم ماشيين في السكة الثلاثة مع بعض، يرجع اثنان ويبقى ايه؟ ويبقى واحد اللي هو مين؟ ومش يبقى الحد، لا ده يدخل معاه فين؟
شوف الحديث العجيب ده أو الحديث ده هدية الليلة. اسمع كده الحديث الجميل ده، إن العبد الصالح إذا وضع في قبره احتوشته أعماله الصالحة، يعني ها حوطت به، فيأتي فتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة إليكم عنه، يعني بعده، فيأتون من قبل رأسه فيقول الصيام لا سبيل لكم عليه، فقد أطال ظمأه لله عز وجل في دار الدنيا. فاتت 13 و14 و15 وفي ناس ما صمتش، وبكرة الاثنين وفي ناس ما بتصومش. لا، النهاردة بقى نغير مسارنا خالص. شوف الصيام يجيلك في القبر ايه، يدفع عنك ايه ملائكة العذاب. فيأتونه من قبل جسمه، يأتون من قبل جسمه، فيقول الحج والجهاد إليكم عنه، فقد أنصب نفسه وأتعب بدنه وحج وجاهد لله عز وجل، لا سبيل لكم عليه. فيأتون من قبل يدي، إيديه إيه يا ترى؟ الصدقة. الليلة دي بقى عايزين نطبق دي، عايزين الصيف اللي جاي نعمل نادي مسجد الرحيق المختوم للشباب المسلمين. الشباب يقعدوا فين في الصيف؟ انتوا عارفين. ما نعمل بقى نادي في مكتبة، في كمبيوترات، في البلايستيشن اللي بيلعبوا بيه في سب الدين والسجاير والشتم والبتاع، وفي بينج بونج، وفي البلياردو، وفي، ويتعمل النادي ده كده ويبقى اشتراكه مجانا، خد بالك، او باتنين جنيه في الشهر. المنطقه دي كلها هتقف طوابير عشان ايه؟ عشان تخش تلعب، وييجوا بقى احنا هنا هنظبطها ان شاء الله. بس يبقى ان شاء الله تبقى سبب في الخير ده، تسهم معانا ان شاء الله بعد الدرس. عايز يساهم معانا في انشاء النادي ده باذن الله تعالى لابناء المسلمين. فياتون من قبل يديه فتقول الصدقه كف عن صاحبه، كم من صدقه خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله ابتغاء وجهه فلا سبيل عليه. واحد كان ماشي فقابله واحد فقير، قال له انا قصدتك ما تخيبش رجائي، انا محتاج صدقه. فحط في ايده في جيبه، قال ما كانش معايا الا 100، كان معاه 100 ريال، قلت اطلعها ما اطلعهاش، في نص الشهر ومعيش الا هي، قلت يلا لله، وراح مطلعها وعطاها له. راح الشغل بيدوروا عليه، ايه يا فلان انت مش شغل ولا ايه ده، كان في اداره تعليميه او حاجه زي كده، انت فلان؟ قال له مش انت اللي نجحت جبت مكافاه عندنا؟ راح يقبض المكافاه 1000 ريال، الحسنه 10. فاوعى تظن اللي انت هتطلع مالك هينقص، الرسول بيقسم لك ما نقص مال. طيب ايه متحوط بايه؟ مش بالاجساد بقى والعضلات، متحوط بايه في قبره؟ فيقول فيقال له نم هنيئا، فين في القبر؟ هنيئا، نم هنيئا، طبت حيا وميتا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والاعجب ان العمل الصالح بعد ما تموت سبب لزياده حسناتك، سبب لجريان الثواب، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ايه؟ انتوا عارفين. وهذه واقعه ورائعه رواها الترمذي للاسبوع اللي جاي. قال ايه؟ اسمع هناك، سامعني؟ عندكم شبكة معايا؟ اسمع الحديث الجميل ده. ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر. يعني ضرب نصب خباء خيمة على إيه؟ على قبر. يجوز؟ لا، وهو لا يحسب أنه قبر. تاني مرة دي، خلي بالك، بستنى بره. وهو لا يحسب أنه إيه؟ قبر. فإذا إنسان هو عمل، خليك هنا بقى، هو دلوقتي عمل الخيمة على إيه؟ على قبر. أول ما عمل الخيمة ودخل الخباء، فإذا إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، مفيش إيه؟ مفيش حد، مالك يبقى منين ده؟ يقول فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أه أنت لو مكانه والأرض سمعت واحد بإيه؟ ختم، أه. فراح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، لا أحسب أنه قبر. فإذا بقبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، هي حل مشكلة القبر. قال هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. شفت سورة الملك تبارك الذي ذي الملك كم آية؟ قال صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية،
شفعت لرجل حتى أنجته من عذاب القبر. ما يعديش عليك يوم أو ما تعديش عليك ليلة لازم في 24 ساعة تقراها إيه؟ مرة عشان يحصل لك الثواب العظيم ده. العمل الصالح سبب للتكريم والاحتفاء من الملائكة، من ملائكة الرحمن الرحيم. تتلقاك الملائكة عندما تخرج من القبر تقول لك لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يبعث كل عبد على ما مات عليه، فالشهيد يأتي وجرحه يفعب دما ينزل، اللون لون الدم والريح ريح النسك، والمحرم يأتي حتى يقضى بين الناس. عايز ظل قد ايه؟ اهو حتى يقضى بين الناس، بل يظلهم الله في ظله يوم لا ظل يظل بسبب ايه؟ اعمالهم الصالحه. بل يعرق الناس يوم القيامه. الدنيا بدات تحرر، اول مراوح اشتغلت حر يوم القيامه بقى. يعرق الناس على قدر اعمالهم، بل يعطى الناس النور على قدر اعمالهم، بل يجري الناس على الصراط على قدر ايه؟ اعمالهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين، يعني للمساجد صلاة الفجر، في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ثم هذه الجوارح التي استعملتها أخي في طاعة الله تشهد لك يوم القيامة، وإن عصى الله بها تشهد إيه؟ علي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد عليهم وأيديهم. وإذا دخل العبد النار ربما ينجو بسبب عمله الصالح. الملائكة يدخلون فيخرجون من النار من كان يصلي. من كان يصلي يعرفونهم بأثر السجود، وتأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود. شوف العمل الصالح. بل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ والإيمان عمل صالح. والإيمان عمل صالح، ودرجات الجنة أيضا إخواني كما رأيتم تنال بالأعمال الصالحة. أم ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الإيه؟ المأوى، نزلا إيه؟ بما كانوا يعملون. وكلما غدوت إلى المسجد أعد الله لك نزلا فين؟ في الجنة. بل أعلى نعيم الجنة بقى، ونختم، أعلى نعيم الجنة إيه يا ترى؟ هو النظر إلى وجه الله. من أسبابه عمل صالح. إيه هو؟ المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني إيه وإيه؟ الفجر والعصر. من صلى البردين دخل الجنة بالله عليك. بعد هذا كله كيف يكون حرصك بعد الليل على العمل الصالح؟ كيف يكون حبك للعمل الصالح؟ كيف سيكون حبك لمجالس العلم؟ أقول لك فين الدرس؟ ليه؟ تقول لي ظروف ورحت جيت؟ لا، في حاجات أساسيات في حياتك ما ينفعش تغيب. تغيب هتنزل. كل أسبوع تذكرة هتلاقي نفسك إيه؟ لخبطنا خلال الأسبوع، نيجي كلنا نرجو رحمة الله ومغفرة الله، تقوم في آخر المجلس الملائكة تقول: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أنت مستغني عن دي عشان تقول لي كان عندي ظرف وكان عندي مش عارف إيه؟ ها؟ كيف سيكون حبك ومحافظتك عليها والاجتهاد في النوافل؟ كيف سيكون حبك للصيام بكرة الاثنين؟ كيف سيكون حبك لذكر الله وانشغالك به؟ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وغيرها. كيف سيكون حرصك على بابك من الجنة؟ كما قلت لكم، ما الباب الذي تريد أن إيه؟ تدخل من اجتهد أخي في فرائض الله وحافظ عليها، يهبك الكريم حبه، ثم اجعل لك وردا من النوافل يزيدك حبا ويحرسك ويحميك من المعاصي وتصير من أوليائه. فإن سألته أعطاك، وإن استعذ به أعاذك، بل يجعل لك ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وليكن لك عمل يميزك عند الله. قد يكون قيامك بالسحر، أنت مدمن حاجة اسمها قيام بالسحر. قد يكون صيامك المتواصل الاثنين والخميس وهكذا. قد يكون اجتهادك في طلب العلم والسهر على مذاكرته. قد يكون حرصك على الصدقة والمداومة عليه أو غير ذلك. أبواب الصالحات كثيرة. ثم تضرع إلى الله عز وجل بعد أن وفقك العمل الصالح وأعانك عليه أن يديم ذلك عليك، وألا يحرمك من الخير، وأن يثبت قلبك على الإيمان، وأن يرزقك حسن الخاتمة وإياي وإياكم، جعلني الله وإياكم من أهلها. تنتهي إخواني هذه الصفحات عن حسن الخاتمة بعد حوالي 4 دروس
أو خمسة دروس. أعد هذه الصفحات المكتوبة تنتهي، ولكن الباب مفتوح لكم إخواني ولي معكم لنسطر بأعمالنا الصالحة أمثالها، وفضل الله واسع، لعلها بعد سنين نسطر قصتك في العمل الصالح في هذه الصفحات وما يدريك. وبعد حديث عن حسن الخاتمة وبشريات عند الموت يكون الانتقال إن شاء الله من الدرس القادم إلى الجانب التالي، وإن كنا لا نحبه ولكن لابد من الحديث عن سوء الخاتمة وفضائح عند الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ذلك وما الأسباب وما أثر المعصية في سوء الخاتمة، كل ذلك سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. هذه بعض المشاهد أحضرتها لكم فيها شيء من العظة والعبرة، كما سمعنا عن العمل الصالح. تعالوا إخوة اللي عند النور، طف النور. كما سمعنا، تعالوا لنرى بعض المشاهد عن العمل الصالح. بصوا تاني كده، هنعيدها من الأول تاني. استنى كده لحظة لما يطفي النور، وقف كده لحظة. وده كمان ماشي، طب كده حلو ولا نطفي ده كمان؟ بثياب الإحرام، وإن كان السنة ألا تغطى رأسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه. عايزينكم تطولوا لنا الميكروفون شوية بعد كده عشان في صوت. بصوا دي صورة لبعض إخواننا في سوريا، أنت ترى يعني الأثر، أثر الضرب. نسأل الله أن ينتقم من بشار وجنده الظالمين، وأن ينصر أهل السنة في سوريا وفي كل مكان. هو مع ذلك ومع هذه الدماء التي تنزف من جسده كما ترون، انظروا لابتسامته وانظروا لشكله. في صوت عندك، وصوته بيقول لا إله إلا الله يا محمود. الصورة اللي فاتت مش في صوت فيها يا أحمد؟ ما فيهاش؟ طب دي فيها تقريبا، انا سمعت فيها صوت. دي فيها صوت. طب في مايك هيجيبه؟ طب يعني ماشي تسمع ان شاء الله. لو جاب الميكروفون هنحاول نسمعه الصوت. شايفين خروج الروح وهو يحرك فمه، يقول سمع شفت محمد، وبيقفل شفايفه. رجع كده حته، ولو في لو المايك جه ان شاء الله. لا هات اللي فاتت. لو المايك جه هتسمعوا الصوت وهو بيقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. لو انت كده نظرت، ركزت النظر على شفايفه هتلاقيها بتتحرك في لحظة خروج الروح. وهي انظر، الصورة التالية طيارة سعودية، طائرة ركاب. لحظة كده وقف. طائرة ركاب، هذا هو القائد اللي هو الكابتن، اسمه خالد الشبلي أو الشبيلي. طائرة هذا الرجل، كان هناك سوء أحوال جوية وكل شيء بقدر الله، فأخذت بيانات وإشارات من الرادار إن هي تخفض مستوى. كان في طائرة تجارية أيضا بتقولك تخفض تطير بنفس المستوى، فحصل إن الطيارة بتاعته والطيارة الثانية اصطدموا في بعض في الجو واشتعلوا نارا ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا طائرة الركاب كلها اتدمرت. هذا القائد هو الكابتن، لما جابوا الصندوق الاسود اللي بيبقى موجود في كابينة القائد سمعوه وهو يقول استغفر الله استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله، وهو مسجل وبالصوت، يعني لعلكم الان تسمعون صوته رحمه الله. شوف الاصطدام اهو، بصوا ما ينفعش نوصل المايك هنا.
وهات الصورة اللي فاتت تاني دي، هات الصورة اللي فاتت. عدي دي يا احمد قلت لك عديها الغي دي. انا قايل لك يا محمود مش هنعرفها. بص بقى، دي صورة راجل في غيبوبة قبل الموت تقريبا، ولحبه للأذان يؤذن. قلتها لكم المرة اللي فاتت. بصوا فين السماعات بتاعتك يا محمود؟ ما جابهاش؟ بره محمود، بره يعني، في مشاهد دي بره. ما شاء الله، ربنا يتقبل منك. عايزين نسمعكم الأذان. طيب سامعين؟ مع كبر السن العجوز ده ما شاء الله، سبحان الله، لحبه للأذان يؤذن. ديت قصة بعض المسلمين من دول في دول آسيا أو الاتحاد السوفيتي. كان حاضر، شايف الراجل اللي بيهرش ده، كان حاضر ندوة للمسلمين. طب ما تشغل بره، شغل السماعه. شغلها هنا. فاتى من قريه بعيده، ما شاء الله. بص هات اللي فاتت، معلش يسمعوا الاذان بعد اذنك. هات اللي فاتت بتاعت الاذان كده. هاتها من الأول. الله، هات اللي بينطق الشهادة اللي هي اللي قبليها، اللي بينطق الشهادة. لا مش دي. سمعتوها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتاعت الطيارة اهي، الصوت عالي شوي. هي مش واضحه قوي، بس اللي يقرب منها يسمعها. هنحاول نوفر لكم الحاجات دي على سيديها ان شاء الله مع الدروس باذن الله تعالى. هذا المسلم كان حاضر اجتماع للمسلمين في شبه جزيره القرم، يعني من دول روسيا، ماشي كده. كان عن امور تهم الدين يعني. هذا الرجل شوف قاعد قدامك اهو بنفس بيتكلم، يعني كان بيعقب على الكلمه اللي قالوها في المؤتمر، وكان بيتكلم عن فرقه المسلمين، وهو نفسه ان المسلمين يتجمعوا. يقول لك جاء من قريه بعيده في ضواحي المدينه، عرف بين اهالي القريه بغيرته على الاسلام، بيحب الاسلام، وبمشيه بين الناس بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبمحبة الناس له رغم صراحته فيما يقول. الناس بتحبه. مع ان المسافة بعيدة، رغم كده حرص
انه يحضر المؤتمر، وهو بعد الكلمة اللي اتقالت في المؤتمر كان بيوجه نصيحة، ها بيوجه نصيحة ان هم المسلمين يتجمعوا وتنتهي الفرقة التي بينهم. شوف السؤال اللي هو بيقوله، دول المحاضرين. بصوا انت جبتها من الاول تاني. لقد ذكرت في بداية المحاضرة انه قد مضى زمن طويل منذ ان بدأت معالم الفرقة بين المسلمين، وإن هذا شيء مؤسف إن المسلمين متفرقين. يعني فلماذا بعد كل هذه الفترة نرى أننا نعود ونكرر الأخطاء نفسها؟ ليه بنكرر أخطاءنا هي هي؟ يعني ليه إحنا بنتخلى اللي إحنا ينصر بعضنا بعضا؟ إذا كنا مسلمين فإن من واجبنا أن ننصر بعضنا بعضا أو بعضنا البعض. هو بيتكلم عن فلسطين، ولكن لماذا ننسى العراق مثلا؟ عندما كانت الحرب في العراق لم يتحرك منا أحد لنصرة العراق، وراجل أعجمي يعني أجنبي مش عربي، ولا أي دولة من الدول المسلمة في الاتحاد السوفيتي السابق. جميل. بيقول لك احنا بنقول ان احنا بنطبق تعاليم القرآن وان احنا بنسعى للوحدة، ولكن فين بقى ما واحد مننا يحتاج اللي احنا ننصره وما بيلاقيش؟ ليه فوتنا الكثير من الفرص؟ كان علينا ان نتحد منذ اول فرصة. شوف بقى بيقول كان علينا ان نتحد، بيكررها، وشوف الخاتمة بقى الموت. اللي قاعدين دول اللي هم اللي كانوا المحاضرين زي ما انتوا شايفينهم وقاعدين بيسمعوا، لسه هيرد اهو، فهتلاقيهم هم نفسهم بصوا له بصه. بص هتلاقيهم هم نفسهم بيرد على السؤال بتاعه. بصوا بيبصوا ازاي، شافوا حاجة، الراجل نفسه اللي كان بيتكلم سقط على الأرض. سبحان الله، اهو زي ما انتوا شايفين كده. مات على ايه السؤال اللي انتوا سمعتوه، وحرصه على اتحاد المسلمين. كانت بعض المشاهد اللي جمعناها ليه. هنحاول نجيب مشاهد حسية بقى.
القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.